كتير مصطلحات جديدة دخلت للقاموس السوري ونحن جيل الشباب اليوم كتير صرنا نستخدمها ما كانوا من قبل يستخدموها. ذكر لي شي واحد منهم مثلا. سنجل. جيل القديم ما كان يستخدمها. كراش البيست فريند مثلا. ما بعرف. في مصطلح اسمه السكرتون. مثل اوكي على التليفونات هاي البنات يعني عيب. اوكي مثلا نحن بنقول السلام عليكم مرحبا يعني اما هي اوكي وروفوار وكذا يعني عيب. مصطلحات اجنبيه مثل كلمه باي باي هاي كلمه شاو هاي كلمات غير عربيه. هلا كراش بستي المصطلحات الاجنبيه اللي فاتت لعنا صار بيستخدموها الشباب بالحياه اليوميه اي شيء يعني مثل المسميات بيسمون اكس. في مصطلح بيقول ما بيعرف الخمسة من الطمسة شو يعني؟ ايه انه واحد ما بيفهم شيء ابدا او ضايع. شو الكراش؟ مين هو الكراش؟ كراش؟ مين كراش؟ الحبيب او شيء هيك شيء. لا ما صار حبيب بيكون لساته كراش. اما واحد يحط عينه على حدا؟ كرش عليه مثلا اللي حاطة عليك عليه. ما صار انه اعجاب او هيك اعجاب بشخص بكراش بالحبيب؟ حط عينه عليه؟ يعني انه حدا شخص حط عينه عليه او يعني حابة تكون رفيقته او كذا؟ مين هو الاكس؟ الرفيق القديم. برافو. مين هو البستي؟ هو رفيق الصديق يعني المقرب. المقرب والله ما بعرف. مين الاكس؟ الحدا المجهول السابق. الحبيب السابق. برافو عليك. لما بيقلك مثلا ايدي بزنارك شو يعني؟ يعني بشرفك مثلا نفس المعنى هيك انه عم تسال واحد وبدك الجواب الصح. السكرتون هو الخزانه الكبيره لما بيتجوزوا فبيجيب خزانة إخزان وهي الشغلات ارتياح. هلا بيستخدمه؟ إيه. في مصطلح الطرنويز هو اللي انفك البراغة انفك هذا المصالب. تمام. إيه مصطلح الطرنويز.